خدت مع معالي الوزير لقاء منفرد ثم لقاء موسع، كان حديث معمق تناولنا خلاله تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسيا اقتصاديا وفي إطار المتعدد. في الحقيقة أنه التعاون القائم فيما بيننا ووجود مواضع توافق في الرؤى إزاء كيفية إدارة العلاقة الثنائية، وهي علاقة تتميز أنها علاقة استراتيجية شاملة تأتي بثمرها في كل المناحي. العلاقة الاقتصادية المتنامية فيما بين البلدين خلال السنوات الماضية كان لها أثرها الأكيد في دعم جهود مصر التنموية، وأنا واثق من أن استمرار هذه العلاقات سوف يدعم استمرار ارتقاء مصر بخططها التنموية بدعم من الصين في الإطار الاقتصادي والشركات الصينية والقدرات الصينية، وأيضا ما أعربت عنه الصين من استعداد لاستمرار تعاونها مع مصر في إطار الصناعات وفي إطار نقل التكنولوجيا وفي إطار العمل على إدارة منظومة الاقتصادية الدولية وفقا لقواعد من العدالة ومراعاة لمصالح الدول النامية. من ضمن المواضع الهامة للعلاقة هو نطاق السياحة، ومصر تعتمد على السياحة في إطار ما تمثله للناتج القومي المحلي، ومصر ترحب بالزيارة واتساع عدد زوار المواطنين الصينيين، أصدقاء أعزاء تربطنا بهم كما تحدثت علاقة تاريخية عميقة.